ننتقل لفقرتنا الثانية لليوم، ومع التطورات الكبيرة اللي دخلت كافة مجالات الحياة كان للطب نصيب وحصة كبيرة من هذا التطور، واليوم دول العالم بتمارس عدة ممارسات شعبية بمجال الطب والاستشفاء والمعالجة تحت عنوان الطب الشعبي، طبعا مسميات عديدة منها الطب الموازي، الطب الطبيعي، الطب المقارن والتقليدي. اليوم مشاهدينا رح نحكي أكثر عن الطب التقليدي والفرق بينه وبين الطب البديل كأسلوب علاجي ممكن يساعد بشفاء العديد من الأمراض الجسدية والنفسية. تفاصيل كثيرة رح تجاوبنا عنها ضيفتنا لليوم السيدة أنيسة الحمصي. يسعد صباحك. صباح الخير، يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك ست أنيسة، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نشوف الناس عم بتروح لهذا الطب، يعني أكيد اليوم ممكن لأنه الطب الحديث ما كتير عم ياخد فعالية، ولكن دائما نرجع للطبيعة. واليوم نحن عم نحكي عن علم يعني قرون، وإذا نرجع لدول نقول الهند والصين هن أول يعني من نشر هذا العلم. خلينا من خلال حضرتك نعطي لمحة عن هذا الطب إن كان التكميلي أو البديل. نعم، اهلا وسهلا. اهلا. حقيقة الطب التقليدي انتشر بالاونه الاخيره، هو اساسا يعني طب عريق قام فيه الحكماء القدماء، يعني ومن على زمان ابو قراط من عام 400 قبل الميلاد. نعم شنخ. نعم نعم، يعني هو اصلا يعني وتطور لعند ما وصل لعند الطب انتشر الاسلام، وحتى جاء من الرسول وعمل يعني صارت احيانا سنه. فنحن هلا انتشر هذا العلم بشكل حابين ننشره ونثقف الناس فيه، لانه في بعض الناس يعني اخذين فكره انه هو بس انه سنه نبويه او انه مثلا تقاليد قليله او انه ما بيعمل علاجات، بس هو فعاليته اثبتت كثير جداره كبيره. تمام. يعني سيده انيسه، دائما في سؤال شائع حول هذا الموضوع، انه الطب التكميلي هل ممكن يكون هو يعالج كل الامراض ام لا؟ احنا اليوم عندنا امراض معينه يعني الطب التكميلي او الطب البديل هو قادر انه يشفيها ويعالجها. خلينا نوضح اليوم للمشاهدين شو هي الامراض. نعم، كم شتى الامراض وبيعالجها تماما، بس طبعا في جلسات يعني وعلى حسب مده زمن المرض وتاريخ المرضي والاسباب اللي يعني، بس في تقنيات متعدده. تمام. يعني مو تقنيه واحده، مثلا انه نحن عندنا بالطب البديل حجامه، الابر الصينيه، التدليك، السم النحل، اليوغا، حتى نحن نعمل في علاج على الافكار بالبرمجه العصبيه. فكله هي حلقه متكامله، والاعشاب كمان عن طريق خبير مدروسه باضرارها وفوائدها وكل شيء يعني. ف بهي الحلقة المتكاملة عم نطلع بعلاج وشفاء تام وتخليص من الألم تماما. تمام. اليوم يعني نقول انه هذا الطب اختصاصه هو معالجة النفس، الجسد والروح. نعم. اليوم انه اهم يكون الروح والنفس بحالة صحيحة او الجسد؟ والله هو اللي قالك شو، اي مرض هو او اساسا منشأه روحي. نفسي روحي او نفسي. صحيح. او هيك، فنحن بنلعب على هي الفكره انه نخلص المريض. هلا اذا اجى المريض واشتكى ممكن يكون مثلا الجسد هو عباره عن جذر المرض، الجسد عبر عن جذر المرض النفسي او روحي. تمام. فلما بيحكي مشاكله بيحكي هذا نص العلاج او مشكلته، بعدين بنعمل بالعلاجات العمليه يلي والممارسات التقنيات هدول اللي على حسب حاله المريض وشو بيحتاج. تمام. يمكن كثير من الناس ما بتلجأ اليوم للطب التكميلي او البديل خوفا من انه ممكن يكون في مضاعفات او تاثيرات جانبيه. خلينا نوضح اكثر هذا الموضوع، هل في سلبيات او تاثيرات جانبيه للطب التكميلي؟ هلا اذا كان الخبير دارس بشكل متقن وعالم بكل شيء بالتطورات كمان وبالدراسه، يعني هذا الشيء بيرجع للمعالج طبعا. اكيد. ويعني لك شو كمان، هي عباره عن تواصل بين المعالج والمريض، لانه اذا المريض ما له مقتنع صعب انه تعالجيه بهي الطريقه.
الطب الحديث ما بننكر ابدا ابدا فضله وتطوره وتطور ادواته، ووصل لمرحله كثير كثير يعني رائعه. كمان الطب البديل وانا بكم بقول عنه التكميلي لانه بيكمل بعضه البعض، فبيوصل المريض، نحن هدفنا انه يوصل المريض لراحه نفسيه وروحيه وجسديه كمان. حلو، مثل ما قلنا دائما الراحه النفسيه والروحيه هي دليل على صحه الجسد يعني، ومعظم الأمراض اللي عم يعالجها الطب الحديث إذا رجعنا بالأسباب حنلاقيها نفسية. أكيد. يعني اليوم ممكن ناس تهاجم هذا الطب، يعني تقول لك إنه سوري الكلمة خزعبلات يعني، أو نحن منا متعودين، ويمكن تعرضتوا لهي الانتقادات. اليوم خلينا هيك نوضح أكثر، يعني شو هي أهم الحالات اللي تم شفائها؟ أهم الحالات يعني إذا بقول لك رح نبلش من الأعلى، إنه الصداع، الشقيقة، الشلل الرباعي، ممكن إنه كمان الشلل العصب السابع والخامس بالوجه، ممكن أمراض الديسك، أمراض العضلات، أمراض يعني المفاصل بحد ذاتها، لأنه آلية يعني الآلية هي في آليات جديدة ومنها الحجامة اللي استعملت هي قديما وهلأ حديثا تطورت وتطورت أدواتها، فصارت إنه نستعمل الحجامة كعلاج لإدخال أكبر كمية أكسجين للدورة الدموية، وبنفس الوقت تحفيزها للدورة الدموية، وبعملية الشفط والمص عم يخرج الدم الراكد، عم تخرج المواد الدم الهرم عم يخرج من الجسم، فعم يحس بنشاط وحيوية. تنشيط اليوم، عملية تنشيط أحسن من عملية جراحية يعني وأقل تكلفة. يعني بالطب التكميلي بيكون في علاج بالأعشاب، وهذا أكثر شيء يمكن نسمعه. نعم. كثير من الأشخاص بيلجأوا له اليوم، الأعشاب ممكن البابونة، الزعتر البري. نعم. اليانسون، خلينا نوضح حقيقة هذا الموضوع عن جد، هنهم مفيدين اليوم لبعض الأمراض؟ أكيد أكيد، لما بتكون مدروسة عن العشبة وأضرارها وفوائدها، وأكيد في أعشاب معينة لازم نحن نلتزم فيها أم لا؟ أي تمام، لكل مرض فينا طبعا نوضح كيف ما فينا مثلا أنه عندي أنا يعني الكركدي، تمام. إذا بيشربه بارد بينزل الضغط، إذا بيشربه سخن بيرفع الضغط، فأنا بدي أعرف أوقاته، بدي أعرف التزاماته، بدي أعرف تعليماته، هاي كلياتها عن طريق يعني خبراء دارسين بهالقصص. طيب ست أنيسة، كنا عم نعرض بعض اللقطات لعملية الحجامة، والناس اليوم يعني بنعرف أشخاص إنه بيروحوا لعند مختصين ولا مناطق محددة كرمال يعملوا هاي القصة، خلينا نشرح أكثر طريقة عملها، وكأنه هي إلى وقت محدد مفروض إن تنعمل، وقد ايه ممكن واحد يرجع يعيدها من يعني بالسنه مره او مرتين؟ تمام. هلا الحجامه التنشيطيه ممكن تنعمل على حسب فصول او على حسب الجسم ما هو بحاجه هالشيء، ممكن مره بالشهر، ممكن مره كل فصل، مرتين ثلاثه بالسنه، ما بتعمل اذا ما نفعت ما بتضر. لكن اذا كان في احنا عم نعمل الحجامه لسبب معين او لمرض معين، فهذا بيحتاج لدراسة مع المريض بزمن مرضه، قديش مدته، نعمل يعني نحن والمريض مساعدة انه نستلخص منه كل المعلومات، وفي نقاط معينة تشريحية بالجسد بتنحط، وعلى حسب رياحة المريض بنمشي بعدد الجلسات. في مريض ممكن يعني من أول جلسة يرتاح، في مريض ممكن بعد 6 جلسات لحتى أنه يرتاح، أو أنه هيك يعني، أو أكثر شيء أمراض الديسك يعني حسب يمكن طبيعة كل جسم وكل استجابة. طيب سيدة أنيسة، خلينا نوضح أكثر، إمتى الشخص ممكن فعلا يلجأ للطب التكميلي يقول أنا خلاص أنا بدي ألجأ لهذا العلاج؟ لك يعني هو انا بفضل كثير انه يكون الطب الحديث مع الطب التكميلي جنبا الى جنب، كملوا بعض اليوم. نعم، يعني ما بقول له للمريض انا انه والله لا توقف دواك ولا تروح لعند طبيبك، لا، لانه بيكملوا بعضهم البعض، لكن نحن يعني هدفنا انه نساعد المريض نحد من الالم باقل التكاليف وباسرع نتائج للراحة وتقليل التوتر وتقليل انه يعني شيل هل
المشكله اللي بيعاني فيها المريض. طيب اليوم الناس على شو عم تروح اكثر شيء استأنسة؟ يعني على الحجامه، على الوخز بالابر الصينيه. اليوم ذكرتي لي كمان علاج يعني بجوز ما كثير منتشر، هو لسع بسوم النحل يعني. نعم. شو اكثر شيء الناس عم بتروح عليه او اكثر شيء عم يعطي فائده للحالات المرضيه؟ والله اثبتت التجارب العمليه بارض الواقع الحجامه وسم النحل اكثر شيء. هلا الابر الصينيه لقلك مو كثير متوفره عندنا يعني بالبلد، بس فعالية كانت يعني من قبل 10 سنين يستخدموها بعض الاطباء في معالجه الشلل والاعصاب الشوكيه، فكانت جابت نتائج رائعه بتحفيز هاللغز هاد انه بتقنيه معينه تحفيز العصب الشوكي، فاعاده تاهيله. ويمكن الوخز عم بيكون باماكن محدده بالجسم حسب أكيد الحاله المرضيه، حتى يعني الوخز مو عن عبس، يعني في له زوايا محدده واماكن على حسب مسارات الطاقه بالجسم. نعم. على حسب يعني الشعيرات الدمويه وهيك. تمام. بما انه عم نحكي عن انواع العلاجات كمان بنسمع عن شيء اسمه ريفلكسولوجي او التدليك. نعم. الأعصاب القدمين اليدين. نعم. خلينا نوضح اليوم فعالية هذا العلاج. والله يعني كمان هذا العلاج يعني كل مثل ما حكينا انه بيكمل بعضه البعض. يعني في ناس عم تتبعه اليوم عم تلجأ له طبعا لهذا العلاج. طبعا في نتائج إيجابية؟ ايه اكيد 100% يعني بحد من الألم فورا. وشغلة تانية انه مثلا لما هي عملية التدليك بالرفكسولوجي باليدين او القدمين، فعم تعمل كأنه مساج كامل للجسم وعم تحفز الدورة الدموية، وبالنهاية بتجي مثلا تعملي احد التقنيات الباقيه مثل الحجامه او سم النحل، فعم يعطي نتائج رائعه جدا. اليوم دائما العوده للطبيعه يعني بتلاقي نتائجها حتى أكيد. نفسيا اجمل. أكيد. يعني وقت بنحكي تامل، يوغا، وخز، ابر صينيه، نرجع لحضارات قديمه، يعني بتحسي انه انت عن جد نفسيا بلشتي ترتاحي قبل ما نروح للعلاج الجسدي. ست انيسه انبسطنا كثير بوجودك لليوم ومعلومات جدا مهمه. ناطرينك بفقرات ثانيه نعمل شيء تطبيق على الهواء، يعني نفرجي الناس اليوم انه نحن عم نحكي بالنهايه هذا علم ما له علاقه بشيء اسمه اساطير مثل ما البعض بيقول. أكيد. يعني شكرا لحضورك معنا واهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. اكيد بنشكرك وعلى كل المعلومات المهمه يلي قدمتيها حضرتك بخصوص الطب التكميلي. نورتي صباحنا. يسعد صباحك.